اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. انا على الهوا، يا ريت تكلموني على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم، ولو في اي حاجه عايزين توصلوها لنا او وصفات او تعليقات او حاجه مش عاجبه حضراتكم ابعتوها لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك شبكه وصناره. النهارده هعمل كاليماري اقماع محشي رز وجمبري. اقول لحضراتكم المكونات: كاليماري صغير او صبيت اقماع، رز مصري مطبوخ، ميه، جمبري، بصل، صلصه طماطم، سكر وتوم. هو الفكره في الكاليماري الاقماع ده ان ببقى متحمس جدا ان انا اعمله، علشان مش ما بنلاقيهوش كتير، فبنطلبه اول لما بيجي بنعمله. عملته قبل كده كان محشي خضار، هعمله النهارده محشي رز وجمبري. الفكره في ان انا بحشيه رز وجمبري ليه؟ عشان لو كان عندنا شويه رز من امبارح او مثلا من الغدا وعايزين نعمل الاكله دي بالليل، فيبقى عندنا الرز نقدر نستعمله. طبعا ممكن نحشيه خضار، ممكن نحشيه جمبري، بس ممكن يعني والخضار بقى بجميع انواعه. بس هسوي الجمبري في صلصه طماطم مع الرز. الرز مستوي بس هضيفه للاخر، في الاخر للجمبري. وبعد كده هحمر الكاليماري في زيت. ممكن احمره في زيت، ممكن ادخله الفرن زي ما احنا عايزين، بس هو الزيت بيبقى اسرع وبيبقى واخد طعم، طبعا اللي هو طعم التحمير بيبقى طعمه حلو قوي. اقطع بصل كده صغير، شيل دي، اي حاجه كده شكلها مش عاجبنا نشيلها. انا طبعا ولعت على الزيت اللي هحمر فيه، وبعدين مش هنحمره بقى مش هنحمره في زيت كتير، هنحمره يا دوب بس ان هو الكاليماري ده رقيق جدا، اللحم بتاعه رقيق فما بياخدش وقت خالص، يعني بنتكلم يمكن دقيقه ونص دقيقتين على كل ناحيه وخلاص. نولع النار هنا شويه من زيت الزيتون. لو مش عاوزين نحط صلصه طماطم ممكن نخليه زي ما هو كده على طول بالرز والجمبري مع بعض. لو مش عايزين جمبري ممكن نحشيه رز بس، يعني كل الاختيارات متاحه قدامنا. بس ايه، نفتكر كويس ان احنا واحنا بنحشي الرز يبقى الرز مستوي، لان هو مش هياخد وقت خالص على النار. حضراتكم هتشوفوا دلوقتي هيستوي في مفيش، ومش عايزين نحطه في زيت عميق، يعني ما يبقاش ديب فراينج علشان ما يفرقعش مننا. على ما يبتدي الزيت يسخن اكون قطعت التوم. ممكن بعد كده لو مثلا عاوزين نخلي معاه صلصه طماطم نعمل له صلصه طماطم. فصين التوم اللي باقيين دول ممكن لو في وقت هنعمل منهم صلصه طماطم، وبعد ما يتحمر نحط عليه صلصه طماطم من فوق، نحط بقى عليها زعتر، نحط عليها اسمه ايه ده، روزماري، اي حاجه نقدر نحطها. هنحط ريحان كده. ده جاهز، شوف اخبار. انا سايب النار ولا على الزيت علشان ما ياخدش وقت، اول لما هيبتدي. طبعا عندنا الاختيار، ممكن نعملها بتوم بس، ممكن نعملها ببصل بس. انا بقى النهارده لاني مبسوط ان انا لقيت الكاليماري الاقماع ده، فهعملها ببصل وتوم. يعني ابتدى اهو، سنه ملح، مش هنزود برضو الملح قوي علشان الرز ده مطبوخ وملحه مظبوط. فايه، قبل ما هنحط حبه ملح صغيرين كده بس يطروا البصل ويطلعوا الميه منه، وبعد كده هندوق طعمه ايه. طبعا ممكن لو في قرن فلفل حراق، على ما ناخد حته بس منه كفايه، خليه هنا. وبعدين بقى الموضوع سهل قوي ان احنا نحشيه، يعني ممكن نحشيه بالايدين، وممكن انا هوري حضراتكم اسهل طريقه بمعلقه صغيره هنحشي الكاليماري. الحاجه الوحيده اللي هتبقى لسه مش مستويه او يعني الحاجتين اللي مش مستويين الجمبري، وطبعا حضراتكم عارفين الجمبري مش هياخد حاجه، يعني الجمبري كمان الصغير ده دقيقة ونص بالكتير قوي يبقى استوى. ممكن ناخد بقى الكلام ده كله كده هنا. انا مش كاتب او مش قايلين على الفلفل الحراق، بس ايه، ما دام عندنا فرصه وبنحب السبايسي يبقى نقدر نزود في اي وقت. كمان الحاجه اللي انا بعمله ده ممكن يبقى رز سي فود، ينفع ان هو
يتاكل لوحده. فين معلقه السكر اللي هحطها، او يعني ربع معلقه السكر اللي هحطها دي بتدي طعم حلو قوي، بتفرق جدا في الطعم. ناخد معلقه من هنا، شويه صغيرين من السكر ده كده خلاص. الميه هستعملها بس علشان لو كان الرز اللي بنستعمله مش سخن، فهنحط شويه ميه عشان نفك الرز من بعضه، علشان كمان نمشي الصلصه شويه تبقى العمليه ايه يعني متحركه. دلوقتي بقى راجع لحضراتكم، عايزين تحطوا الصلصه ونعمل الصلصه الاول ماشي، عايزين نحط الجمبري وبعدين نحط الصلصه ماشي. انا شخصيا افضل ان انا احط الصلصه الاول اسبكها سنه وبعدين احط الجمبري، عشان مش عايز الجمبري ينشف، لان كده احط الصلصه واسبك الصلصه وبعدين اسف احط الجمبري وبعدين احط عليه الصلصه، فهياخد له مثلا 3 4 5 دقائق على النار هيبتدي الجمبري ينشف شويه. فانا هاخد معلقه واحده كده من الصلصه، خليها هنا عشان لو في وقت ممكن نعملها صلصه حمراء، لو مفيش وقت يبقى احنا كده تمام. فلفل اسود، يعني تسبيكه سريعه كده زي ما بنقول. وبعدين الجمبري، طبعا كان ممكن ان انا اصغر الجمبري اقطعه صغير شويه، بس هو اوريدي صغير قوي فمش محتاجين ان احنا نصغره اكتر من كده. شوية مية صغيرين، المية بتساعد ان هي بتحرك الحاجات في بتحرك المكونات في الطاسة وبتخليهم يمتزجوا مع بعض اسرع واسهل. ولو مش عايزينه يبقى عايم في الصوص، هنسيبه شوية كمان على النار لحد لما المية تتبخر. وايه، هطلع فاصل وارجع هشيل ده، هشيله من على النار عشان ارجع اوري حضراتكم بقية الخطوات كلها. طبعا انا حشيت شوية لكن هحشي 2 3 او 4 قدام حضراتكم. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم بقية الاكل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، وانا في الفاصل خدت فصين التوم اللي كانوا فاضلين وبقيت الصلصه، وعملت بسرعه صلصه طماطم علشان بعد ما نخلص نحط صلصه الطماطم على الماع او على الكاليماري المحشي. هي كده خلاص خلصت. استاذه ملك اهلا وسهلا. الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله، اموريني يا فندم. انا كنت عايزه اعمل لازانيا بالاسماك. لازانيا بالسمك. اي نوع سمك ولا سالمون مثلا؟ اي نوع سمك. طيب جميل قوي، نفس الطريقه بالظبط. لو بتعرفي حضرتك تعملي اللازانيا العاديه نفس الطريقه بالظبط، عشان برضو نقول هنجهز كل السمك اللي حضرتك عايزه تعمليه تمام. وبعد كده ممكن عندي حاجه من الاثنين، يا اما تغلي اللازانيا شيتس ورق اللازانيا، او ممكن تخلي الصوص بتاع السمك زياده شويه. فهنقول ان احنا مثلا هنعمل سمك قشر بياض، فهنجهز زيت وثوم او بصل اللي حضرتك بتحبيه، وبعدين نشوح فيه السمك ونبتدي في الصينيه اللي هتخش الفرن نبتدي نرص اللازانيا الاول. شويه زيت طبعا عشان ما تلزقش، بعدين نرص اللازانيا شيت، وبعدين نجيب المكونات اللي احنا عملناها سواء كانت وايت صوص او ريد صوص، ونبتدي نرص زي ما بنعمل لازانيا اللي باللحم المفروم بالظبط. يعني لازانيا سمك، لازانيا سمك، وبعدين تحطي عليها من فوق جبنه علشان تبقى مقرمشه وطعمها حلو من فوق. وميرسي جدا لاتصالك. كده انا زودت الرز اللي مطبوخ، نبعد كده شويه عن الزيت السخن ده. طبعا بقى الكميات يعني قد ايه قد ايه جمبري قد ايه رز، ده على حسب اللي موجود عندنا هنقدر نظبطها. يعني مفيش حاجه بالظبط ده قد ده او ده اكتر من ده، لا اللي موجود عندنا هنستعمله. استاذه مديحه اهلا وسهلا. الو. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ ايوه ازي حضرتك يا شيف هشام، لذوقك. الله يخليك يا فندم. انا امبارح كلمت حضرتك وسالتك سؤال على السمك على العزومه.
ولا لا على انه سمك؟ المليونين متغرق في الملح، قلت لي حطي له ميه سخنه. حصل ايه بقى؟ عملته كده؟ لو حطيت له ميه سخنه هيتسلق، وانا لسه حاقي لا 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 لا، مش ميه سخنه بتغلي، لا ميه دافيه بس عشان تغسلي من عليه الملح. لو حطيتي عليه ولو حطيتيه في ميه بيغلي هيتسلق طبعا، مش هينفع. لا انا قلت حضرتك عايزين نحط عليه ميه دافيه بس عشان الملح اللي عليه ينزل، لان الميه الساقعه مش هتنزل الملح، فانت حطي عليه ميه دافيه يعني مش بتغلي. حضرتك معايا ولا خلاص؟ طيب لو حطينا برضو اكد على حضرتك تاني، لو حطيتي عليه ميه بتغلي هيبقى سمك مسلوق، احنا مش عايزين نسلقه، احنا عايزين بس ننزل الملح من عليه. ممكن بقى نبتدي، خلي ده هنا كده، ونبتدي الزيت سخن قوي، هريحه شويه. اسهل حاجه بقى معلقه ونبتدي نحشيه، مش عايزين بقى نحشيه على الاخر، خلي دي هنا كده. لو احنا شغالين بنحشي الكلمات لقينا الفتحه دي صغيره، بس ده بقى من بدري نبص عليه، لو كانت الفتحه دي صغيره نقطع حته من هنا ونحط بقيه الكلمات اللي قطعناها ده نقطعه صغير ونحطه مع الحشو. طبعا هو ايه بالايد بيبقى اسهل، بس علشان ايه لو في ناس كتيره، يعني انا واحد من الناس ما بعرفش استعمل جوانتي، بحس ان انا مش متمكن مش متحكم في الحاجه اللي انا بعملها، فبستعمل المعلقه. لكن لو عايزين تستعملوا الجوانتي او في البيت طبعا راجع لحضراتكم تقدروا تعملوا اللي انتوا عاوزينه. ولما نحشيه بقى مش عايزين نملاه قوي علشان لما يتحط في الزيت ما يفرقعش. هي تقريبا بتاكل على يعني قطمة او قطمتين كده. زي ما قلت لحضراتكم لقينا البق بتاعه او الفتحة صغيرة هنوسعها شوية علشان تبقى اسهل في ان احنا نحط المعلقة. خشي يمكن بتاخد معلقتين صغيرين كل واحدة تقريبا. وبرضو افكر حضراتكم تاني مش عايزين نملاه قوي علشان ما يفرقعش على النار. حتى لو يعني هو لو ما اتقفلش من الحرف كويس غالبا مش هيفرقع. فاضل انا طبعا هعمل دول قدام حضراتكم عشان تبقوا شايفين بس بتعمل ازاي، وانا مجهز شويه من قبل كده. الباقي بقى اللي في البوله قدامي ده طبق رز بالسي فود، يعني ده لوحده اكله يعني. واحده واحده. لو عايزين تزودوا عليه بقى بقدونس شبت في نفس الخلطه دي برضو هيدي طعم حلو قوي، وهيدي كمان شكل كويس. انا مش عايز ازودهم قوي. ممكن ابتدي بقى ايه نحمر، ما بياخدش دي يعني دقيقه ونص يمكن بالكتير على كل ناحيه، علشان الكالماري ده غير ده بيبي كالماري، يعني ده ما بيستحملش خالص نار، يعني حاجه بسيطه قوي هتسويه. والرز والجمبري وكل الخلطه اللي جوه دي اوريدي مستويه كده. لا لسه فاضيه. بس مش هعمله اكتر من كده. استاذه ايمان اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا، ازي حضرتك يا استاذ هشام؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا معاك يا اغسل ايديا. بس سؤال طبعا متشكرين على كل اللي حضرتك بتعمله لنا. متشكر ليك يا فندم، متشكر جدا. ربنا يخليك وما شاء الله عليك، يعني ليك طلة وليك حضور وما شاء الله منور الشاشه يا جدعان. ربنا يخليك يا فندم، متشكر متشكر جدا. اساليني يا رب اعرف اجاوب بس بسرعه كده. اتفضلي. لو سمحت دلوقتي انا لما باجي اعمل اللازانيا كل مره بعملها بتكون بسلقها الاول وبعدين بحطها في ميه ساقعه عشان ما تلزقش مني. تمام. طيب ايه حضرتك، انا مره شفت شيف بيحطها ناشفه. ما انا قلت ما انا بقول لحضرتك انت عندك الاختيار ما بين الاثنين، تقدري تحطيها ناشفه، بس لو هتحطيها ناشفه الحشو او الصوص اللي جوه يبقى زياده شويه، يعني مثلا لو هنعملها بريد صوص خلي شويه من الريد صوص زي دول كده ورشي عليها من فوق قبل ما تحطي الجبنه علشان تبتدي اللازانيا او ورق اللازانيا يبتدي يشرب
يشرب السائل ده فما ينشفش. وعندك بقى الطريقه الثانيه او تسلقيها. هقفلهم بخله سنان علشان نبقى ضامنين ان مفيش حاجه هتنزل منهم كده. وانا كمان مجهز كذا واحده قبل كده. اقفلهم بقى كلهم بالمره وابتدي نحمرهم. عايز اشوف، عندي احساس ان الزيت ده سخن جدا. نوطي النار على الزيت ده شويه. ممكن نبتدي علشان الوقت، لو حاسين ان هي بتفكر ان هي تنفجر ممكن بسكينه ونعمل فيها خرم كده علشان ما تفرقعش. هي اول واحده بس هي اللي بتبقى اهم حاجه، ان هي ما تفرقعش، وبلاش نقرب قوي منها علشان الميه اللي موجوده في الصلصه هي اللي ممكن تعمل الدوشه اللي حاصله دي. هطلع فاصل يكون الكلماري استوى واكمل مع حضراتكم بقيه سلطه الزبادي بالجزر. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، خلصت الكالماري. خلي بال حضراتكم كويس قوي من النقطة دي، ان يعني لو عندنا طاسة غطا للحلة اللي احنا للطاسة اللي بنستعمل فيها بنحمر فيها الكالماري، يا ريت نستعملها علشان هيبقى فيه مية في الصلصة وهيبقى فيه مية في الكالماري لو ما نشفناهوش كويس. فاللي ممكن يحصل ان ايه، يبتدي يعني يعمل زي ما عمل عندنا كده، يعني يطرطش زيت في كل حته، فنخلي بالنا عشان ما يبقاش فيه اصابات. نعمل كده طبق الكفته ده. بعدين بقى ممكن واحنا بنقدمهم ممكن نفتح يعني نفتح كل واحده من النص ونحط عليها شويه من صلصه الطماطم دي. تمام كده. لو عاوزين بقى بسكينه ممكن يعني اوري حضراتكم، ممكن نفتح مثلا واحده كده تبقى شكلها كده، ونجيب معلقه دي شغاله نظيفه، او ممكن نستعملها بقى ان احنا نعملها ديبنج، ممكن بقى بالشوكه نحط في الصلصه ونايه وبالهنا والشفا. يبقى كده الكاليماري الإماع خلص، شكله احلى وهي مفتوحه كده بصراحه. يعني ممكن نخليها كده زي ما حضراتكم تحبوا بقى، في الحالتين هيبقى نفس الطعم، بس هي فارقه في شكلها كده. نفتحهم كلهم بقى بالمره، هنحتاج بس سكينه حاميه في تقطيعهم، ونخلي بالنا على صوابعنا عشان ما نتلسعش. هي المايه اللي جوه دي هي اللي كانت بتعمل الفرقعه. وبما اننا عملنا حطينا معاها حاجه حراقه، فيفضل ان احنا بقى نعمل سلطه تطري شويه، يعني زبادي وجزر وتوم. ناخد فصين توم. يعني على بولة الزبادي فصين توم يبقوا كفاية. عاوزين تزودوا ممكن نزود شوية. لما نيجي نعمل أي سلطة أو يعني حاجة مش هنسوي فيها البصل أو التوم، نحاول على قد ما نقدر إن احنا نصغر التقطيع، يعني نخلي الحاجة صغيرة. وبما إننا بنعمل توم فصين توم وهنحط ملح، يبقى ممكن نهرسه ونعمله بيست
بشويه من الملح كده. اتاكد ان ايدينا ناشفه عشان احط ايدي على السكينه علشان ما السكينه ما تجريش مني وتعورني. نهرسهم وبعدين نلم كده تاني. او طبعا ايد الهون او لو في مفرمه بتاعه الثوم. بس يعني حلاوه الطبخ لما الواحد يقف يعمل مجهود في الحاجه كده. بقى معجون، فلما حاجه يخلطه مع الزبادي هيبقى كل حاجه ممتزجه، مش هلاقي حته فيها حته زياده وحته ما فيهاش. نحط الزبادي والثوم ونجيب شوكة أو مضرب أو أي حاجة نقلب كده. مش محتاج أحط ملح، أنا أوريدي حطيت ملح وأنا بهرس الثوم حطيت ملح، فكده مش محتاج إن أنا أزود ملح. لو في مبشرة يبقى أسهل كتير. عشان اخلي بقى كل حاجه صغيره طبعا المبشره الكبيره اسهل، بس انا ما لقيتهاش جنبي دلوقتي فاستعملت صغيره. هي المبشره الكبيره اسهل، بس دي انا بحس ان هي امن عشان بتبقى بعيده عن صوابعي. كده كويس قوي. يبقى كده الثوم والجزر الاثنين مبشورين كويس قوي. خلوا شكل الزبادي كده بقى لونه برتقاني وحلو. ندوق ونشوف ناقص ملح، محتاج ازود حاجه. احط شويه من الملح كمان. قلبها. كده انا خلاص مش محتاجة ادوق، انا لسه دايقها حالا، كانت محتاجة شوية ملح. يعني الشكل طبعا بيفرق. لما بنبشر الجزر كويس بيبقى شكله بيدي اللون الحلو ده. هجيب بس اشيل الحاجات اللي قدامي دي. وعشان بس اديها شكل هاخد ده، اختياري طبعا، نحط كده واحده. هو ده مش هيعمل طعم حراق لكن هيعمل شكل. لو كنا عايزين نخليه يبقى حراق كان ممكن نزود من بدري، بس كنا هنحتاج نبشره برضو علشان يبقى كله ممتزج مع بعضه. ممكن ناخد دي. كده يبقى النهارده عملت كاليماري مع محشي رز وجمبري بصلصه حمراء، وعملت سلطه زبادي بالجزر والثوم. الف هنا، واشوفكم حلقه جديده. باي باي.